يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده معانا تحدي من التحديات اللي هتحبوها جدا. ومين كمان هشاركني في التحدي ده؟ معانا صاحبة شخصية ماما فضة، صاحبة المخ اللي صدى، بتاعت الايلاينر اللي ما بيعيش لهاش ميك اب. معرفش ازاي دي اختي ايه بصراحه، بس هنشوف هتعمل ايه في التحدي ده. خليكم معايا وركزوا في الشاشات، النهارده هنقضيها انبهارات ومش بس تجارب واكلات، النهارده تحديات. خلاص يا عم رامز جلال، جايه اعمل حاجه واحده بس يا جماعه، انا جايه ابهركم. تحدي النهارده اللي هيكسب فيه انا محضره له بوكس يا جماعه، وانتوا عارفين اختياراتي. مستعدين يا جماعه؟ جدا. ربنا يستر. ومعانا اول صوره عمرو دياب. هننزل بتاني صوره. ماشي تمام. اصاله برافو. لسه لسه الانبهار جاي، الانبهار جاي. ادخل ده الثالثه. انا بدكات عليها كتف فنيه. هي كانت في الكتعه، هي كانت ام بليه او ام البنت التانيه. مديحه 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 كامل، مديحه كامل. برافو عليك يا جوتا. وندخل في اللي بعده. ولسه دي اسمها ايه؟ شيرين. لبلبه؟ مش شيرين عبد الوهاب. اسمها ايه؟ طب ممكن اسالك على حد اسمه ايه وتقولي لي؟ ايه مين؟ اللي هي كانت الهام شاهين. لا لا طبعا الهام شاهين. ايه؟ ناديه جندي؟ لا ناديه جندي شخصيه مشهوره، يعني مشهوره عالميه، مشهوره عالميه وبتحبوها جدا. وسعاد حسني. برافو عليكي. دي سعاد حسني. ايوه ماريا بتفوق. جامد على كنت. لسه في الاول. لسه في الاول. تمام هبهركم. مفيش كلام، مش هتنازع. الصوره اللي بعدها. ربنا يستر. دي لبا. برافو عليك يا كنت. اللي بعده اللي بعده. فاتن حمامه. فاتن حمامه. برافو. بوينت بوينت. منى زكي. لا دي مش حنان. حنان حنان ترك. لا حنان مطوع. لا دي ياسمين رئيس. برافو. اللي بعدها منى زكي. منى زكي. ايه ده؟ ده كريم عبد العزيز. لا طبعا اللي هو محمود كريم عبد العزيز. لا 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 هفا مجدي. هفا مجدي. اللي بعدها. مستعدين؟ مستعدين. ايه الاحلام؟ لا دي الممثله الهنديه كريمة كابور. العيون المصريه الجميله. عيون مصريه جميله. عينيا سهر صايم. سهر الصايم. عيب عليكم والله. ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز. لا ما اقولش ياسمين. وانت دي ياسمين صبري. ايوه ياسمين صبري. ياسمين صبري. انا قلت ياسمين بس ما قلتيش مين. ما قلتيش ياسمين. جورج عصوف. انت ايه ده؟ محمود عبد العزيز. لا لا ده هقول لك. ده احمد بدير. لا ده اللي هو ابو الواد ده ليناردو. يا اوفا ليناردو. لا مصري ده. لا كمان توم هانكس. لا ده براد بيت. برافو عليك. انا قلت براد بيت. انا اللي قلت الاول. مش انا قلت براد بيت. انا اللي قلت الاول. قلت براد بيت. قلت بس انا قلت في الفيديو هيوضح ان انا قلت الاول على فكره. بس انا عارفه ان ده براد بيت. سوري بس انا اللي عارفه. اللي بعده ده جون سينا. برافو عليك. برافو عليك يا جتة. جورج وسوف. ده زاروك. ده زاروك صح؟ انا صح. بعده كريس ايفنز. لا دي سيدي سينك اللي كانت في سترينجر ثينجز. برافو عليكي. دي بيلي ايليش. لا طبعا دي بيلي ايليش. دي بيلي ايليش. دي كيتي بيري. برافو عليكي. مين ده؟ رام صبري. رام عبد الغفور. تامر حسني. ايه برافو. ده تامر حسني. طب هو ده رامز جلال. برافو رامز جلال. صديقي بس انا ما كنتش عارف. هاي لا كنت. ده جون ويك. ممتازه يا رورا. اللي بعده احمد رمزي. ممتاز. برافو برافو برافو. لا تعاليني تعالي في مصر. اللي بعدها احمد عز. احمد عز صح. برافو. واحنا كده كام كام يا جماعه؟ اه تمام. اسمه سيلفستر ستالون. ايوه سيلفستر ستالون. احمد فهمي. احمد فهمي. احمد فهمي. احمد فهمي ماما بتاع 100 مود ده اللي خلاص. لا احمد فهمي. توكو وفيت يا جماعه واكتسحت ما
مارية في التحدي ده، وجه بقى دلوقتي وقت ان احنا نعرف ايفا محضره لنا ايه في البوكس. انا بالنسبه لي البوكس ده بوكس عشوائي، والله يا جماعه ما اعرف فعلا موجود ايه في البوكس ده. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف الهدايا اللي انا كسبتها من التحدي. وعايزه اقول لكم ان انا محضره لمارية عقاب يا جماعه، هيبهركم وانتوا عارفين لما بحاول ابهركم. يلا مستعده يا كوتا؟ مش قادره، عايزه اعرف ايه اللي في البوكس دلوقتي. يا رب يعجبك، وبصي يعني انا واثقه ان هو هيعجبك. يلا بقى هاتي البوكس عشان كده مش هينفع. يلا. طبعا ده بوكس كان عارفه ان احنا بعد ما خلصت تاخديه صح؟ بالظبط. انا حاسه يعني افتح ولا اعمل ايه مش عارف. افتح. افتحي. متوقعه اول اي حاجه؟ لا، وبعدين مش خفيفه قوي، مش تتوقعي اصلا. طيب يلا بينا. يلا بينا. طب معلش، لا في ماريا تيجي تشوف وتتحسر هي خسرت ايه. او عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا صورنا الفيديو ده على يومين بسبب ان احنا امبارح واحنا بنصور التحدي حصل كده دروبات كتير، بس يلا مش مشكله. ما ينفعش ابدا يا جماعه افتح واعرف ايه اللي في الصندوق من غير ما اجيبها علشان تعرف هي خسرت ايه. عايزه اقول لكم هي واخده مني موقف من غير حاجه. يلا هموت واخده. استني انا، ده بتاعنا. ايه ده؟ تحفه، كنت هموت عليه يا بابا. لحظه، اول حاجه انا ما بصيتش والله يا هو. لا شيك، بوكس شيكه. لا تحفه يا بابا. بصي عارفه ده بيتفتح. انا عارفه، انا عارفه كان بالرغم كده بيتفتح كده يا حبيبتي. بصوا يا جماعه، لا جامد، روعه، تحفه، جامد. بصوا بقى ده ايه. بس يا حبيبي بص، دي للصوص صح؟ اه هاخد دي بس. ايه يا جماعه في ايه؟ لا جامد يا ايفا بجد. بصوا لا، وهنا في خنزير. لا وهنا في معالق وبتاع. ازاي بتتفتح كده؟ اقول لك بقى. او ماي جاد، انا خطيره اني جبتك انت تتفرجي بس، تتحسري بس. ايه بقى اول هديه؟ تحفه. اللي بعده تحفه. ماشي استني، انا شفت حاجه. الله بحبه. بس يا بابا لا تحفه، انا بحبه. استني خدي رشه عشان تفتكري. لا جامد. لا تحفه يا اوفا. لا ده فن اختيار الهدايا يا جماعه. ايه رايكم؟ فن اختيار الهدايا. اوكي مروحه. لا ايه الجمدان ده؟ لا وتحفه والله، احلى من صندير عشان اللي فتحناها قبل كده مع بعض. دي شغاله، احنا بنقول عليها يا جماعه اكيد دلوقتي من ده مش عارفه تقعد. بس معلش عايزين نجرب في شعرك بس مروحه بعد اذنك. جامده. لا جامده جامده، حر وصيف وتوفير كهرباء. لا شغل عالي. عشان تعرفوا بس مين اللي بيعمل البوكسات. ها انت خلاص يا جماعه، ايفا بقت مسؤوله عن البوكسات العشوائيه بتاعتنا والله في الفيديوهات. طب كفايه الاكل. جامده. عايزه نجيب. الو ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ ده معاه موت. سيلفي وترايبود يا جماعه جامد. لا خدي خدي الحته دي، خدي الحته دي تقريبا بيفتح صح؟ ايوه. واو. لا 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 يا جماعه شياكه بجد. طب ازاي بقى نحط التليفون؟ معلش عشان بس انا مش متخيلاه. سوري. اوه هو انا عملت ايه يا جماعه؟ اهو اهو كده صح؟ ايوه. واو تحفه يا جماعه. كل ده عشان تحدي يوم لفسناك في الثانويه العامه. طبعا هو لو كان ليها كان هيبقى حلو، مش هيبقى عامة. بس اخر حاجه يا جماعه في البوكس مايك وايرلس. ده انا هاخده. بس احكي لك حكايتي. بقول لك ايه بقى، انا مستحملاكي بس. لا يا جماعه هي اكيد مبسوطه لي بجد. ايفا البوكس تحفه. طب ما ينفعش نجرب المايك؟ ده صوتي من غير مايك. تعالوا نجرب المايك. بصوا هو من جوه عامل كده. ايفا لا ده تحفه تحفه، هو فعلا شكله تحفه. بصوا. لا هو ده اتني. ده واحد. اوكي انت عارفه ان انا لازم اخده؟ لا معرفش. استنوا يا جماعه. لا بصي الناحيه الثانيه عينك فيه. يا نهار ابيض كده مثلا صح؟ ودي بتتركب في التليفون طبعا. اما نشوف. بس شغليه الاول. اوكي تعالي نجربه سوا. لا انا بس اللي هجرب. ايه الرخامه دي؟ بينور. والله عاجبني نوره كده. المفروض شغال؟ المفروض. اوكي يا جماعه. سوسته، وحشكوا سوسته طبعا. انتظروا شويه فيديوهات بسوسته. ده صوتي بالمايك. الو الو، عايزه تجربي؟ لا. احساسك بعد الخساره؟ احساس بجد يعني قاسي. متخيله ايه العقاب اللي عامله لك؟ لا بس انا عارفه انك حنينه. حنينه؟ ما تعرفش حاجه. لا
جينا يا جماعه دلوقتي الاهم حته في الفيديو اللي انا مستنياها وانتوا اكيد مستنيينها. جاهزه؟ العقاب. يلا بابا مع السلامه. اطلعي بره اطلعي بره. عايزه اقول لكم انا قررت اعاقبها عقاب تكون هي مختاره لنفسها. انا كنت مقرره بصراحه ان انا خليها تشرب خل، بس بعدين صعبت عليا قلت خلاص هجيب لها كوبايه ميه اهي، هحط لها كوبايه ميه كوبايه خل. وعايزه اقول لكم ان الميه باينه انها مشبره، فحطيت كوبايتين في بعض عشان الكوبايه دي كمان تبقى مشبره وهي فاضيه. بصوا دي الميه ودي الفاضيه. هنحط هنا خل وهنحطه نفس علامه الميه بالظبط بالملي. الاثنين بقوا عندنا مشبرين، دي ميه ودي خل. هي بقى هتختار ايه؟ هي اللي هتبقى اختارت لنفسها. يلا بينا. الهبل ده، هبل ايه؟ هي ميه العقرب. قلت لكم عينينا. استني، دي كوبايه منهم ميه وكوبايه منهم خل. اه وبسرعه وسدي مناخيرك وبعدي كده عشان ما تعرفيش لما تقربيها على بقك. خل. استني بس انا عشان لما ترفع الكوبايه يا جماعه ما تبانش الريحه. انت هتختاري اي كوبايه تشربي منها حلو، وتشربي مره واحده بالشاليمو دي ولا دي؟ طب لو طلعت خل هتشربي انت ما ينفعش بعد اول ما تختاريها تمسكي تشربي يا جماعه كلها؟ لا خدي بس بقى مره واحده. جماعه انا سمعت مره ان خل في تسمم بيسمم. ده بجد؟ انا مش قلت لكم يا جماعه عبيط. يلا طيب ماشي. دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ اختار دي. تمام يلا بسرعه سدي مناخيرك بس مش قوي عشان تستطعمي، ما تاخديش الريحه بس بالروح على خفيف. اسحبي اسحبي مره واحده. انتوا عارفين ان انا حنينه وهي اللي اختارت بنفسها التحدي. حسيتي حطيتي الاثنين خل؟ لا بجد صدقيني في ميه وفي خل. مستحمله بجد ايه القرف ده. اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتحدى بعض في ايه تاني.